ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهارده بيتكلم عن نهله وتعرضها لوعكه صحيه كبيره جدا ودخولها المستشفى، وطبعا ده بسبب الهجوم اللي يعني كان عليها كبير جدا بعد ما نزلت الاغنيه بتاعتها، لان الناس طبعا تابعتها وهي اخذت الترند اللي هي مسحت كل حسابها، ابتدت الناس تقول ان هو اتهكر، وبعد كده نزلت كلمة حب فالصو، فالناس ادركت وقالت يعني يمكن هي انخدعت في حبها. طب وده ايه علاقته بعلاقة ان هي تمسح كل حسابها او كل صورها من على حسابها الشخصي الانستجرام؟ والناس بدأت ايه يعني تقلق على الموضوع، وفي الاخر طلع ان الموضوع كله ان هي بتروج لأغنية جديدة. ولما نزلت الاغنيه جديده، وده كان اراء ناس كتير جدا من الناس اللي بتسمع الشعب يعني، وقالوا انه جدا جدا، وكل حاجه بتعملها نهله بتفشل فيها، فبتخرج من مجال وتخش في مجال بتفشل فيه، حتى دخولها اول حاجه مجال الغنى اول اغنيه هي فشلت فيه. فطبعا من كم الانتقادات اللي راح لها أصيبت بالإحباط وهبوط، واتنقلت على المستشفى وفي حالة صعبة جدا بسبب طبعا حزنها الشديد من الانتقادات اللي هي واجهتها. ربنا معاها يا رب إن شاء الله، ويشفي كل مريض، اللهم أمين. أشوف حضراتكم يا رب على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودايما خلينا متفائلين بالخير علشان نلاقيه إن شاء الله.